استجمع الوداديون أطرافهم بتصويب نحو الظفر بكأس العرش العاشرة في تاريخهم. منذ 21 عاما لم يذق الأحمر من هوى الكأس، لذلك يركز وليد الركراكي على استكمال موسم المجد حتى وإن كان التشكيل سيفتقد خدمات قايم بنزا وأشرف داري اللذين غادر الوداد ثم يحيى جبران المعاقب، كما أن هناك شكوك حول إشراك حارس المرمى رضا التقناوتي واللاعب رضا الجعدي كذلك، إلا أن ثراء الاحتياطي سيغطي على الثغرات. كنمشيو بالثقة ديالنا، كنمشيو بالثقة ديال الجروب، كنعرفوا واش كيسنانا، ولا درنا الماتش فحال داد الفوس 100% ما غاديش نديوها، دونك عارفين خصنا نطلعوا المستوى ديالنا، واخا كنلعيا واخا وصلنا للاخر بحق ماشي التوقيت باش نطلقوا يدينا. الجمهور ان شاء الله غيكون، دونك كنتمناو نكونوا في المستوى ديالنا. بدينا التركيز ديالنا من بدايه السيمانه، حنا عازمين وراغبين نحقوا واحد النتيجه ايجابيه اللي تخلينا اننا نكملوا السنه بالثلاثيه ان شاء الله، ونهديوها للجمهور الودادي لا مكتب لا العائله كامله، نهديوا لهاد الكاس اللي غاب على الخزينه من 2002 وهو غايب على الخزينه، ان شاء الله نحقوا اللي خاصنا حتى حنا في بارماريس ديالنا. في الضفه الاخرى واضح أن نادي النهضة البركانية قد يعود للأضواء. البرتقاليون بجاهزية واضحة، حضور مجمل اللاعبين يقوي الثقة بحيازة الكأس، لا سيما رفقة مدرب يدقق في التفاصيل ويفهم في الطوارئ. الطموحات بالطبع تتجلى في الفوز باللقب، ندرك جيدا أن المنافس قوي جدا، فهو أقوى ناد في إفريقيا حاليا، إذا هو تحدي مهم بالنسبة لنا، وإذا ما تجاوزناه سيكون الظفر باللقب أكبر مكافأة لنا. الفريقين غادي ينافسوا على الحدود ديالهم، ونتمنى أننا نعطيو واحد العرس كروي مغربي، يعني بطابع مغربي في هذا الكأس هذه إن شاء الله. فيما يخص غادي نرجعوا يعني الاستعدادات، فهي الاستعدادات كتكون يعني بواحد التركيز كبير، يعني كيكونوا يعني شي امور ديال النهائي اللي كتناقش اللي خاص الواحد يكون محضر ذهنيا وبدنيا. نتمنى والله نكونوا في نهارنا واننا نستطيعوا نرجعوا للكاس ان شاء الله البركان. قمه الكاس ستنشر مخرجاتها على ميدان القمم هذا. البرتقالي طامع والاحمر طامح. حوار جديد بين الناديين، هو حوار بخلاصة لا تقبل القسمة على اثنين. الأخضر نوالي، بي إن سبورتس، الرباط.